مارش بلانش علاش خاطر مارش بلان سي ان سامبول اللي نجم يبورت ان بيتي بو لو دوي معناها في اللي نجم اون تيمون بي سي ان ميساج دو بي دو دوي على فوا سي بور سا اون مارش بلانش علاش خاطر اي طفل عمرها 13 سنه بوها راها تحوس مع طفل قرر انه يحرقها وعلاش خاطر حتى حد معناها ما شفناش رياكسيون اون رياكسيون دو لا سوسيتي سيفيل ولا دي ميديا à la hauteur de l'événement où tout si voilà l'ium on dirait imperméable l'aïe haja khaïba tir aïe violence ou dit la manière n'tsarfou ma'a bisifa 'adiya jiddan ou hadi c'est très grave. مسيرة بيضاء قررنا باش نقوموا بها على خاطر ايه على خاطر ما نجموش نسكتوا مش مقبول اللي صار الايه مش مقبول اللي قاعد يصير نسيت توينسا الكل في تونس نسيت توينسا نص المجتمع والبلاد ما تنجمش تقدم من غيرهم مش معقول اللي صاير للصغار زيدا ولادنا كان نربيهم على العنف اللي هما صغار شنو نستنيو باش يطلعوا من بعد انا حضرت اليوم كاي امراه وكاي رجل تونسي مع الشتاق ظهرت العنف اللي قاعده تمارس اليوم على المجتمع نتاعنا وايضا للتنديد باللي صارته باللي عاشته الفتاه ايا واللي هو غير مقبول من المنطق ولا من العقل ومن اي معناتها اللي صار بشع واليوم يلزمنا نقفوا الكل ضد هالظواهر الجديده والاشياء اللي اليوم قاعده تتسرب في المجتمع نتاعنا وكاني شيء عادي. ما في حتى شيء عادي في اللي صار هي كارثه واليوم يلزم كل مسؤولين كل مثقفي والحكومه وكل الناس اللي عندها من موقعها يلزم نساهموا على اساس ايصال معناتها ولا تواصل بطريقه اخرى في قضيه العنف هذايا. ما نجموش نواصلوا معناتها نسكتوا ونقبلوا وكانه شيء ما شارش واليوم هذا شيء يهدد مجتمعنا لانه يهدد مستقبل ولادنا. اليوم خرجنا الكل انا بصفتي الشخصيه بصفتي كمؤسسه شكري بالعيد لمناهضه العنف كل اشكال العنف وبصفتي كمواطنه بصفتي كمراه نقول للعنف اللي تعرض له النساء وهنا شفنا هذه بعينه اخرى من انه العنف تتعرض له النساء من المهدي الى اللحم اللي هي صغيره حتى اللي تكبر حتى اللي تولي حتى اللي معرسه مش معرسه كبيره صغيره تخدم ما تخدمش النساء قاعدين يتعرضوا لعنف كبير اي ابشع مظاهر العنف واحنا ضد العنف هذايا وضد انه يتمارس على اي وعلى غير اي اشكال هذه نتاع التخلف ونتاع العنف البشع هذا. هيا تعالوا 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 هي